من تركيا رايحين هلا مشوار على ارمينيا، مشوار يلي هالفقره يلي دائما بحضرنا اياها انطوني رحيل، من خلالها بنتعرف على مناطق او حتى على بلدين من الناحيه السياحيه، واكيد اكيد فيها الشق الغذائي يلي بيعرفنا عليه بالمناطق يلي بيروح عليها. خلينا نروح سوا على ارمينيا. ريبوبليك سكوير بهالساحة امبارح عشية اجتمع أكثر من نص مليون زلمة، اجتمعوا تتظاهروا مشان تخبط شوي البروجرام، بس بتقعد يوم على بكره مثل الفيلم لا طافي مش معقول، طلعت الشمس ورجع الجو كثير حلو على الساحة، يعني اليوم عشية يمكن رح نرجع نلتقوا فيها. مشوار أرمينيا داي 2، منطقة كثير حلوة، بلد كثير حلو وشعبها بعقد ومعروف قديش مضياف، أكل أند بيوند. رح نترك الحلقة على طبيعتها، ما بعرف شو رح يصير، طرقات مسكرة، أرمينيا مولعة ومعايدة، بس الجو حلو وكل الناس مبسوطة، فمسكرة الطريق، كنا رايحين على أول وقفة سياحية، كيف رح يصير النهار وكيف رح تكفي السفرة ما بعرف، خلينا نلاحق الموضوع. أو بيصير في مشكل أو بيطلعوا لنا الطريق، أكيد في مشكل. تشوف فكانت المبادرة نفوت قبل المظاهرة، بنقول لهم نحن نقارك عنيز من لبنان، أو بيقولوا لنا ارجعوا على البيت، أو بيقولوا لنا أرسلوا افتحوا الطريق، فأكيد ما راح يفتحوا الطريق، بس الجو كتير حلو مبسوطين عم نصورهم، وما في حدا عم يعلى صوته حتى. واقفين هلا وبنشوف كيف الطريق بتكفي. İnşpesek askanım, bor asma vişabi komen,
مهرمين بتيم من كميت شهادة جراسنا. فهمت انه عمرك 92 سنة وبدك تتسهر تتمشي تمشي لقدام. عن جد بعيونه بتحسه الاحساس والايموشنز انه خلص بدي غيار. يس كاروغان. وردي غير هارستوتشم تشبيت كاليني. يت بس كارك. هاي اسمي بانيل قاسم. يوش تشكدم تاني. أنا ماني شايفك شي بالعالم عن جد. مسكر الطريق عم بيتظاهروا. إجا شخص بعد ضحكته قالنا بليز تعوا تمشوا ما حدا يزعج حدا، ما رح نقطعكم بالسيارة بس أخذكم بسيارتي تطلعوا تشوفوا اللي بدكم تشوفوه وترجعوا لهون. بتصدقوا اللي عم نشوفه؟ ما بتخيل صايرة معي قبل بمحل. Thank you. Amazing. So take your bags. We'll take everything. دائما بأيمن انه everything happens for a reason, everything is positive وبتضل الدنيا تلاقي اشياء حلول لكل شيء. يحن اجوا هن لعنا رح نكفي. بعدين فكرنا انه يمكن بنفوت على شيء ضيعه قديمه مندق باب حدا بنعمل مونه معه بنطبخ معه بنتمشى بالضيعه بنساعدهم بالارض. الجمعه ما رح توقف ما في شيء بوقفها تنفرج عن جد الشعب اللي بيعقد. ما عم صدق ناس بدها تعمل غيار بس ما بدها تخرب. ما في دوليب ما في وسخ. Just making it happen. أخذونا سيارتين. نحن وصلنا، أنت وصلتوا على ضيعة تانية وقفنا بالنص. هلا نرجع وكيف منكفي ما بعرف بس الجو حلو والناس مبسوطة. هلا ملاقي شي حدا يروقنا. يلا هات نشوف المظاهرة. شو الشباب؟ كيف الشو عندكم؟ هيدي السيارة من أيام السوفييت بتساع ألف محبلة كتير كبيرة. نحن فيها هلأ ستة والشوفير قرر يخدنا على التمبل. جمال أنا وربيع. أجواء بتعقد عن جد. مشوار لوست او بي دي ميرفي بارمينيا. اخوات كافين تفضلوا. We did it. تركنا الاوتيل ساعة 8 11 ونص. اللي بده شغله بيعملها. وصلنا. Thank you.
that if you are sick, you can use this water and you will be healing. Because it's a healing water. ثلاث كنايس محطوطين بقلب الصخر، بيناتهم واحدة منهم فيها نبعة مي بيقولوا مي مقدسة. الحلو التفاصيل، كل صليب شكله غير الثاني، وفي أوضة جوا معمولة للملوك اللي كانت حاكمة أرمينيا من زمان. مشوار كان كتير طويل بس بيحرز. ثالث كنيسة الفوقانية معروفة إنه إذا واحد حكى ببين مثل كأنه أوركستر. حضرنا هلا شيء بمسجد الخالق مثل كأنه قاعدين ببيكو عن جد. هي كانت سيربريز تبع النهار، مشان هيك كان كثير ضروري نجي لهم. حرس المشوار، المنظر كثير حلو، الكنايس وخاصة الأداء اللي كان جوا. هلا جينا الرجعة كيف؟ لا ده ادفنتشر بيجر. هيدا اشترينا جاتا. هيدي الجاتا كثير كبيرة، اطيب جاتا اكلتها لهلا، لانه معموله من ستات بيت وصار معنا مصاري. صار فيني اعزمكم على الغدا شباب. So this is 45. Yes. انت هون صرفت لي 100 دولار. يس جاي كل ميت كده. الشعب اللي عم بيوصلنا عن جد بعقد، كل الشعب هون بعقد. فوقف على جنب الطريق قال لي كيس، فكرته عم بيمزح. ريحتها الكول، الكول تبع المستشفيات يعني. كثير قوية، كثير 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 قوية. وفي جافة كمان. بعد ناطرنا السيارة الحمراء. برجع بسأل حالي Is this for real؟ ناطرنا الزلمة بعده من وقتها، وهيداك الثاني ترجيت خد شيء قبض شيء ما ضيفتنا ابدا. انتوا عنا ببلادنا. واو. كارني تاتار. More deeply even. تاتار. Let's go.
بالمسابرة كل شيء بيصير، حتى لو تسكرت الطرقات البروجرام بعده هو ذاته. خلصنا تاني وقفة غارني تمبل وصار وقت الأكل، سوبر جوعان. رح نعمل خبز بالتقليدي على التنور، هذا الخبز اللي حكينا عنه يلي ما فيه سكر، يلي بينعمل مثل شوية تنور لبناني وستات ناطرين. ريحة لحمة برا أجواء كتير حلوة. أهلا وسهلا فيك. مرحبا، تحكي عربي؟ شوي شوي، لأنه بفهم. أنا طالب باللبناني. I was comparing the bread to our تنور in Lebanon. Very much alike, except that it's only one layer. Okay. We don't use yeast. So it's tahin wheat and water. Yes. Flour and water. That's it. Flour and water. What's your name? My name is Arthur. Arthur Kasper. تعرفت على أرتيل. أرتيل إجا على لبنان 5 سنين، تعلم يحكي شوية عربي، عايش مع الأرمن بلبنان. سألته إذا هذا مثل التنور عنا، قال لي مزبوط، بس هون الفرق ما بيستعملوا أبدا خميرة ورقيقة كتير. بحب كتير الحضارة بلبنان، بحب كتير هون، بيفهم عربي بس بيحكي قليل. كله مزبوط. وكله مزبوط، وجايين هلا ناكل عندك. شو بصير؟ شفت هلا جبنة أرمنية، جبنة محطوطة تحت الأرض مع أعشاب لثلاث أشهر، خبز بعقد، خضرة فيري فريش. أرتيل إجا على لبنان 5 سنين وأنا المبسوط اللي عم باكل. شو بدك أحسن من هيك؟ Freshness and the view, you have a little paradise. Yes. Let's go have lunch. من بعد ما دقنا الخبز التقليدي والجبن البيضة اللي بتعقد وبرمنا وشفنا المنظر، عزمونا على الغداء. واجا سألني شو عملك تشرب؟ فودكا اون بيد او هوم ميد فودكا؟ ما كنت عارف ان الفودكا بتنعمل بالبيت، وعندهم 4 أو 5 أنواع منهم، فقلت له جيب كل شيء تندوق. اكيد اكل تقليدي غير شكل، وناطر ارجع اكل خبز عن جديد مع كل انواع الجبنه، بس ناطر الفودكا كمان. وموسيقى عم تلعب. فحكينا ب3 فودكا، اسمحوا لي بس لازم صورهم قبل ما نخربطهم. هوم ميد. All of them are homemade. معمولين بالبيت. So this is. This one is peach. Peach. It's peach vodka. This one is mulberry. Mulberry. And the other one should be, yes, this is grape. Grapes. So vodka, so, here vodka. Armenian notion of vodka is quite different from the notion all around the world they have about vodka. First of all, our vodkas are from fruit. Okay. And we don't add sugar, we don't add nothing, just the fruits, which are being first kept to start the process, then they are being distilled. We should go with the mulberry vodka. ريحتها كتير خفيفة عكس يلي شممنا ريحتها بالسيارة. Okay. And cheers. Cheers. Welcome.
we said slowly, slowly. I have to finish it. You have to finish it, of course. نحمل نسيء. No, no way, slowly, slowly. Wow, it's strong. It is. And it's supposed to be strong. Normally, I feel dizzy. Normally, it's 5 shots. Peach. Yes. It has a strong alcoholic flavor, and the fruit gives you a feeling of a nice aroma at the end. Just it goes, it disappears at the end. I can't finish it all. The wine? Yes. Ah, that is another kind of alcohol. Let's toast. Armenians drink toast. Okay, but you have vodka and not wine? What a man! Oh my god, I'm not doing it. No. كنت عم بقول له لأرتور يا أرتور خلينا نطفي هالكاميرا ونبلش ناكل، قال لي أبدا ما بتطفي الكاميرا بدي فرجيك قديش فينا نشرب، قلت له بتشرب وحدك بعتقد لأنه يعني ما بعرف بعد الحلقة طويلة لآخر النهار وما عم بقول لكم تشوفوني مع خدودة حمر. الزلمة هيدا شو هالزلمة عن جد اهلا وسهلا احلى شخص لقيت فيه لهلا هيدي هي ارمينيا مشوار بكفي باي باي عن جد بتطير اذا عملت هيك هلا هلا هيك ما بعرف ما بقدر الا اقول اللادا سيارة العائلة جرب خطة صعبة تزبط بس رح جرب خطة بنزل لعندهم بحكيهم يفتحوا لنا الطريق لأنه ضروري نرجع يا ريمان بعد في المظاهرات لازم نصورهم تفرجيكم شو عم بحكي صار لنا بكره وعندنا مطعم كثير طيب ناكله رح يخلونا Show me your powers. عشر دقايق مشاورات بس 10 دقايق وعرفوا شافوا الاكونت على انستغرام وشافوا انه جايين كرمالهم كرمال بلدهم فتحوا الطريق مشوار ارمينيا بكفي يريفان نحن واصلين يلا